الفرعونيه دي. الاثار الفرعونيه كتيره جدا لدرجه لما بيتسرق منها حاجه يمكن ما بنحسش. الاثار القبطيه لها من يرعاها ويحرسها الكنيسه. الاثار الاسلاميه كان عددها في القاهره 640 اثر، يمكن من حوالي 10 سنين ظهر يعني دليل ليها. النهارده اللي موجود اقل من 600 اصل. في اسبله سرقت بالكامل، وانا مش ببالغ يعني، سبيل الوقايه دودو اللي في اول الضرب الاحمر من ناحيه سوق السلاح اتفك، وده كان اجمل سبيل في مصر. مفيش رسام عبر من مصر ما رسموش. كل المستعربين والرسامين رسموا هذا السبيل. للاسف اتفك، ودلوقتي مطرح السبيل ده دار من الطوب الاحمر. مين اللي سرق؟ لا احد يعرف. مين اللي خده؟ لا احد يعرف. نستنتج انه بعد شويه هيظهر. طيب، هل سجلت هذه الاثار؟ لم تسجل. المكتبه بتتبنى الان مشروع لتسجيل الاثار الاسلاميه بالديجيتال. اذا استمر الحال ومعدل الاختفاء، انا بتوقع هنصحى في يوم مش هنجد السلطان حسن ولا غيبان. انا لا اهزم يعني، انا بتكلم بجد. ده لا يقل عن فعل الارهاب الدموي اللي بيتم، لان الاثنين قتل، قتل الانسان زي قتل ذاكرته.